سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله وصفه جديده كما وعدتكم. قلت لكم هاد الايامات ان شاء الله غادي ندير لكم وصفات رمضانيه، يعني الحويجات اللي كنحتاجوهم في رمضان، الحلويات اللي ضروريين ضروريين من اننا نديروهم وكيكونوا في اي طبله مغربيه. اليوم ان شاء الله جيت باش نقدم لكم الوصفه ديال السانطير. المهم كل واحد شنو كيقول ليها. انا غنعطيكم المقادير. اول حاجه كاين عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق، غنحتاج معلقه صغيره ديال الخميره، هذه ديال الحلوه، غنحتاج معلقه كبيره ديال الزبده، وغنحتاج صفر بيضه، غادي نحتاج حبه حلاوه، وغادي هنا غير معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال النافع، قبيسه ديال الملحه، وجوج معالق كبار ديال ما زهر، وغادي نحتاج الماء باش غادي نجمع هذا الخليط، واكيد الزيت باش غادي نقلي، والعسل فاش غادي نطفي هذا السانتير هذا. غير هو واحد القضيه، انا بالنسبه ليا فضلت انني نسم هذا السانتير كما قلت لكم حبه حلاوه والنافع. تقدروا تلغيوهم وديروا الزنجلان، اولا تلغيوهم بجوج، وتقدروا ديروا القرفه حتى هي كتجي مزيانه. المهم هادشي كيبقى اختياري، وكل شنو كيبغي، وكل واحد على حسب تما كل واحد على حسب الذوق ديالو. ودابا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرها هي دقيق، كما قلت لكم هنا انا درت نص كيلو، نتوما على حسب كنتو غديروا كيلو ضعفوا المقادير اللي عطيتكم. غادي ندير كما قلت لكم معلقه ديال الخميره، معلقه صغيره بحال هكا. غادي ندير حبه حلاوه، وغادي ندير النافع. واحد القضيه بغيت نقولها لكم، بزاف وصلتني في لي كومونتير البارح، بزاف ديال البنات سولوني على داك الزنجلان، قالوا لي امينه واش الزنجلان طحون. البنات الوصفه اللي درت لكم البارح ما درتش فيها الزنجلان طحون، درت فيها الزنجلان صاين وما محمرش، وبزاف البنات عاوتاني سولوني واش الزنجلان محمر ولا ما محمرش. لا ما محمرش، الا حمرتو غادي تحرق لكم ملي تكونوا كتقليوه، يعني الوصفه اصلا فيها الزنجلان ما محمرش نهائيا. غادي ندير الزبده. بالنسبه لهاد الوصفه راه اقتصاديه بزاف، وفي نفس الوقت كتجي زوينه زوينه زوينه، انا صراحه كتعجبني. وغادي ندير هادوك جوج المعالق ديال ما زهر، الملحه غادي ندير غير شويه، ما كيبقاو غير قبيصه وصافي، انا غنزيد شويه بالمعلقه هيا كقبيصه صغيره وصافي. نحاول نجمع شويه هاد الخليط بيديا صافي، وغادي نجمع كلشي بالماء، واكيد غادي ندلكها مزيان، يعني كتبغي دليك 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 باش تجيكم لاباط مزيانه. حيت حنا غادي نديرو واحد الخبيزات اللي كيجيو بحال داك الخبز العربي، داك الخبز الشاورما اللي كتعرفوه، بحال هكاك عاد غادي نبداو نخدمو. المهم راه غادي نوريكم كلشي ان شاء الله، نوريكم الطريقه وكلشي. بسم الله. ودابا غادي نبدا كما قلت لكم نعجن في العجينه، المهم كما كنعجنو كاملين وصافي. المهم انا غنخليكم حتى نعجن هاد العجينه كامله وندلكها مزيان مزيان، ونرجع باش نوريكم كيفاش غادي نخدمها. هي العجينه من بعد ما دلكتها مزيان كما كيبان لكم، دابا غادي ندير فيها واحد الكرات اللي يكونوا صغار، المهم على حسب المقله اللي عندي. انا ما عنديش ديك المقله الكبيره، عندي غير مقله صغيره بحال هكا، المهم فهاد القياس تقريبا. غادي ندهن البلاطو واحد شويه ديال الزيت، وغادي نحط الكريسات صافي. انا غادي نبقى هكا، ومن بعد عاد غادي ندوز باش نقرصهم. غادي نقرصهم بحال كما قلت لكم، بحال اللي غنديروا داك الخبز العربي، يعني خصهم يجي ورقي وقين في الطوراق. وغادي نصهدهم غير واحد شويه، يعني ماشي غادي نطيبهم، حيت ديجا غادي يعاودوا يطيبوا. المهم انا غادي نبقى هكا حتى نكمل هاد القرصات كاملين. هما كما كيبان لكم هذيك العجينه خرجت لي هذه الكميه هذه ديال هذه الكرات صافي. دابا غادي نبدا نقرص فيهم بوحده بوحده، وندير المقله الثقيله تسخن، وغادي نبدا نطيب فيهم. وغادي نبدا نقرص فيهم، انا حطيت حدايا شويه الزيت هنايا، وغادي نبدا نقرص في هذه الخبيزات. غير هو خصكم تخليهم يرتاحوا واحد شويه باش هكا زعما دغيا دغيا يتسرحوا لكم وصافي. كما قلت لكم غادي نحاولوا باش نديرهم خبيزات اللي كيكونوا رقاقين بحال داك الخبز العربي، وغادي نصهدهم واحد شويه في المقله الثقيله. انا ديجا درتها هنايا كتسخن،
وي على هذا الشكل، واخا يبان لكم التقباط واحد شويه لكن ماشي مشكل، حين دجا غادي نطويوها يعني عادي. المهم كيبحال الخبز ديال التريد. دابا غادي نبدا ندير فوق من المقله الثقيله. كما قلت لكم راه غير طبيض ليا العجينه وغادي نقلبها، يعني ما غاديش نخليها حتى تحمر او لا، صافي غنقلبها دابا نيت، يعني كنقلب انا غير نسهتها واحد شويه وصافي. نعاود نقلبها تاني للجهه الاخرى. صافي وغادي نحيدها، غادي نجيب شي تبصيب هنايا فاش نبدا نحط هاد الخبيزات هادو. كما قلت لكم انا ما بغيتهمش على هاد الشكل هذا، ما بغيتهمش يجوني، ما بغيتهمش يجوني محمرين، حين ديجا غادي يدوزوا في المقله مره واحده اخرى، يعني غير على هاد الشكل هذا شفتوهم يجيو بيضين. اليوم انا غادي نبقى هكا حتى نكمل هاد الخبيزات كاملين، غادي نقرصهم على هاد الطريقه ونديرهم فوق المنبوطه يتصهدوا واحد شويه ونرجع باش نوريكم كي غادي ندير التقطاع ديالهم. وهما الخبيزات كما كيبان لكم بعد ما طيبتهم كاملين، شتو راه كتجي الخبيزه شفافه، شتو راه يديه وكتبان منها، يعني بحال الخبز ديال التريد تماما، يعني ما تحمروه ما حتى شي حاجه، حيت ديجا كما قلت لكم غيعاود يطيب. دابا غنوريكم الطريقه باش غادي نخدم هاد الخبيزات هادو. وقبل ما ننسى انا خديت هنايا الدقيق ودرت معاه الماء بحال الدقيق باش كندورو الحريره، صافي هذا هو باش غادي نسد هادوك الجنيبات ديال هاد الخبيزات هادو. المهم انا غنوريكم كلشي دابا. غناخد الخبيزه الاولى بحال هكا وغادي نحاول ندير فيها واحد بقى غادي كي بحال هكا، يعني فاش ملي كتقطعوا هذاك السنتير كيجيكم كيجيكم ورق من الداخل في دوك التدرجات. اسمحوا لي هنايا بعدا غادي ندير واحد شويه ديال الدقيق باش تسد ليا هاد الخبيزه هادي. صافي على هاد الشكل بحال هكا شتو. المهم انا غادي نبقى هكا حتى نكمل هاد الخبيزات اللي عندي كلهم، عاد نوريكم كيفاش غادي ندير الطريقه ديال التقطاع ديالهم. ودابا غنوريكم كيفاش غندير التقطاع ديالهم. ها هما كما كتشوفوا هنايا قديتهم كلهم. انا غادي نهز هاد الاول وعندي المقص، غادي نحاول نقطع على هاد الشكل هذا. المهم هاد الاول هذا تقدروا تحيدوها تقليوها تعطيوها لوليداتكم ياكلوها اولا. صافي وغادي نبدا شتو كيجيو كي بحال هكا. صافي وانا غنبقى على هاد الشكل هذا حتى نكمل هاد الخبيزات اللي عندي كاملين. ها هما من بعد ما قطعتهم كاملين كما كيبان لكم، قلت لكم راه كيجي فيهم داك الطراق من الداخل شفتوا بحال هكا. المهم هادو ما غاديش يضيعوا، هادوك الجنابات ديالهم ما يضيعوا ما والو، حتى هما غادي نقليهم ونعسلهم حتى هما غيتكالوا. صافي درت هنايا المقله كتسخن، درت فيها الزيت كتسخن وغادي نبدا نقلي فيهم. ملي نخرجهم من المقله نيشان غادي ندوزهم للعسل باش يتعسلوا، كنديرهم سخان باش هكا يلاه ما كيشربوا داك العسل مزيان مزيان. صافي وكدردروا عليهم واحد شويه ديال الزنجلان. المهم انا غادي نقليهم غادي نوريكم كيفاش غيجيو في الشكل النهائي ديالهم. هي درت الزيت كما كيبان لكم راها سخنات، ودابا غادي نبدا نقلي في هذا السنتير. صافي
شوف كتحسوا بهم بحال بداو بحال تنفخوا تحاو كيتحلوا واحد شويه كيجيو مقرملين مقرملين مزيان زعما في المذاق الاخر كيجيو زوينين ان شاء الله تجربوهم وتقولوا لي كيفاش جاوكم. او ها هو الشكل النهائي ديالهم كيجي على هذا الشكل هذا السانتير صراحه كيجيو بنانين ومقرملين مقرملين كيجيو غزالين في المذاق. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم انها تعجبكم. انا زينتهم هنايا بواحد شويه ديال الزنجلان درت عليهم من الفوق. نتوما تقدروا ديروا ليزامون ايفيلي اللي كانوا متوفرين عندكم اولا ديروا اللوز مهرمش حتى هو كيجي مزيان. ممكن ما قلت لكم كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتعطيوني الراي ديالكم كيفاش جاتكم. كتجي بنينه صراحه كتجي من داك الشرفيع لا من ناحيه المذاق ولا الديكور ولا اي حاجه وخصوصا خصوصا انها اقتصاديه يعني اي وحده اي امراه مغربيه تقدر توجدها دغيا كتوجد ما فيهاش تمره بزاف وفي نفس الوقت كما قلت لكم وصفه اللي هي اقتصاديه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. نتمنى ان الوصفه اللي عطيتكم اليوم تكون عجبتكم. هنا غادي نسد الفيديو ديالي هنا نقول لكم تهلاو في راسكم شكرا بزاف 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 على الدعم ديالكم بحال ديما. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش دي لايك اللي كتشجعوني بهم بزاف بزاف وما تنساوش دي كومونتير اللي كنقراهم كتفرحوني بهم بزاف بزاف وكتخليوني انني نزيد القدام ونعطيكم اكثر واكثر. غنقول لكم تهلاو في راسكم وشكرا بزاف حتى نتلاقاو ان شاء الله شي وصفه اخرى.